إلى تونس، حيث أدانت أحزاب وجمعيات تونسية ودولية الحكم الصادر من محكمة تونسية بسجن زعيم حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي، ونددت جبهة الخلاص الوطني التونسية بالحكم مؤكدة عدم قانونية الحكم. وكانت المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت حكماً ابتدائياً بالسجن لسنة واحدة في القضية التي رفعها نقابي أمني ضد رئيس حركة النهضة بدعوى وصفه أفراد الأمن بالطواغيت. وقالت جبهة الخلاص في بيان صحفي إن إيداع أحد أبرز الشخصيات السياسية السجن بسبب تصريحات يقع تأويلها، وأن لا أحد من المعارضين مهما كان موقعه أو انتماؤه في مأمن من مصادرة حريته والزج به في السجن. لمناقشة المشهد التونسي أرحب بضيفي الدكتور عبد اللطيف المكي، أمين عام حزب العمل والإنجاز من تونس. أهلا بك دكتور عبد اللطيف معنا. بداية، ما الذي يمثله الحكم بسجن الغنوشي؟ أهلا وسهلا بكم وبكل السادة المشاهدين. هذا يمثل إمعان في اتجاه قمع المعارضة واعتقال رموزها السياسية ببداية صدور أحكام يعني من هذا النوع. وهذا ما نبهنا إليه منذ البداية بأن السيد قيس سعيد لا يقبل الشراكة، لا يقبل المعارضة، ويرغب في تجميع كل السلطات لديه، ورغم إعلانه في كثير من الأحيان بأنه لن يمس الحريات وأن المعارضة حرة في التظاهر وفي القول وفي العمل، ولكنه سقط في الفخ مضطرا، لأنه كل تنبؤاته بزوال الأحزاب واندثارها وبأنه له شعبية مطلقة وبأن الشارع معه قد فندته المعارضة، مما اضطره إلى أن ينتقل إلى السيناريو الخشن والذي هو اعتقال السياسيين والحكم عليهم ب تعلات بشهادة هيئات الدفاع من المحامين التي أصبحت هي نفسها مستهدفة، وبشهادة جمعية القضاة. ليس هناك أي ضمانات لمحاكمة مستقلة وعادلة. يعني هل يمكن أو هل يستطيع الرئيس قيس سعيد إزاحة كل رموز المعارضة يعني عبر هذه السياسة برأيه أو من وجهة نظره؟ السيد قيس سعيد قبل الانقلاب كان يؤكد على مسألة ربما أنكم لاحظتموها، وهي أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة عسكرية أو أمنية. ثم مباشرة بعد الانقلاب أكثر موضوع تحدث فيه هو موضوع القضاء وضغطه على القضاء باسم أن يؤدي واجبه، ثم قام بسلسلة من الإجراءات ضد القضاة بدءا بحل المجلس الأعلى للقضاء وانتهاء بعزل القضاة. فالذي يريد أن يسيطر على القوات الأمنية والعسكرية ويريد أن يسيطر على القضاء هو يهدف إلى استعمالهما ضد معارضيه، وهو يستعملهم. طالما هو يستعمل القوة ويستعمل القضاء ونحن نواجه بطرق سلمية وقانونية بالتظاهر، يستطيع أن يعتقل متى شاء، ولكن لن يستطيع أن يوقف المطالبة بالعودة استرجاع الديمقراطية وإصلاح إشكالاتها.
وباستعادة كل مكتسبات الثورة، وهو الآن لا يصارع المعارضة السياسية فقط التي تنبأ باندثارها ولم تندثر فهو يعتقلها، بل يواجه انسدادا اقتصاديا واجتماعيا لا يستطيع أن يستمر في الترويج بأنه سبب احتكارات من هنا أو هناك، بل سيجد نفسه أمام حقائق صلبة، الحقائق الاقتصادية والاجتماعية. طيب برأيك أيضا دكتور عبد اللطيف، يعني اعتقال الغنوشي أي أثر سيتركه على المعارضة؟ يعني إلى أي مدى هي رسالة واضحة للمعارضة بأنه لا خطوط حمر في اعتقال أي شخص؟ المعارضة في تونس متجذرة منذ تاريخ الحركة الوطنية، كان هنالك أحزاب، كانت هناك أحزاب متعددة، وبعد الاستقلال ورغم سطوة بورقيبة وسطوة بن علي بقيت المعارضة سواء كان في شكلها السياسي المباشر أو الموجودة في المجتمع المدني الذي يدافع عن جملة من القضايا الرئيسية مثل حقوق الإنسان، ولن يستطيع أيا كان أن ينهي المعارضة في تونس لأنها تمثل رغبة مجتمعية وطلبا مجتمعيا. الذي يستطيع أن ينهي هذا الحزب أو ذاك هو الشعب عبر صناديق الاقتراع. لكن السؤال الحقيقي هو كم ستخسر تونس من وقت، كم ستخسر من فرص، كم ستخسر من إمكانيات في هذا الصراع بين من يريد أن يفرض نظاما انفراديا تكرهه تونس وبين المطالبين بديمقراطية حقيقية، ديمقراطية بأقل ما يمكن من الثغرات والمشاكل، ديمقراطية قادرة على الأداء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي. كيف سينعكس ذلك، سؤالي التالي دكتور عبد اللطيف، أيضا على حركة النهضة؟ بالتأكيد هو يعني اعتقال السيد راشد الغنوشي هي مسألة مهمة، ولكن بحسب ما أعرفه أن النهضة يعني حركة ولادة وقوام والمناضلون إذا استطاعوا أن يختاروا السبيل الصحيح وأن يقرروا القرارات الصحيحة. طيب يعني أمام هذا الانسداد الواضح في الأفق سياسياً، هل هناك أوراق حقيقية باتت من وجهة نظرك للمعارضة لتستطيع أن تتصدى لهذا الواقع المرير سياسيا؟ عندما ننظر إلى ميزان القوى بكل أبعاده القانونية والدستورية والأخلاقية والسياسية والميدانية سنجد أن هناك تغير كبير بين 25 جويلية 2021 وبين هذا اليوم. استطاعت المقاومة للانقلاب أن تعدل ميزان القوى لصالح الديمقراطية بشكل كبير. صحيح أن السيد قيس سعيد لا يزال يحظى بمناصرين، ولكنه في ديناميكية تناقصية يوما بعد يوم. الناس يملون الشعارات دون إنجاز. الناس لم يكلفوا السيد قيس سعيد باعتقال السياسيين، عقدوا عليه الأمل بأن يحل مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية، وإذا بهم ينتقلون من المطالبة بالزيادة في الأجور وبالتشغيل مثلا إلى المطالبة اليوم بتوفير الدقيق والسكر والزيت إلى غير ذلك. فبالتالي المعارضة لها الكثير من الورقات، وهي النضال السلمي والسياسي بكل المضامين السياسية والاقتصادية والحقوقية لتبين للرأي العام أنه وقع في خديعة عندما قيل له أنه يمكن إنهاء همومك ومشاكلك بالقضاء على الديمقراطية وعلى مكتسبات الثورة. الرأي العام في تونس ذكي، وجه للأحزاب الحاكمة قبل 25 جويلية إنذارات عديدة، رغم أنه كان ينتخبها ولكن وجه لها إنذارات عديدة. عندما لم تتفهم هذه الإنذارات، جزء من الرأي العام دخل في مساندة تلقائية لقيس سعيد ظنا منه أنه سيقضي على الأخطاء ولا يقضي على الديمقراطية، أنه سيقضي على الانحرافات ولا يقضي على مكتسبات الثورة. وبالتالي الرأي العام التونسي فهم وذكي المسألة، مسألة وقت لا أكثر ولا أقل.
كيف تفسر أيضا دكتور عبد اللطيف يعني تراخي المجتمع الدولي مع هذه الانتهاكات السياسية إذا صح التعبير في تونس؟ المجتمع الدولي عبر في بيانات للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية عن استنكاره لكثير من الانتهاكات، في حتى المحكمة الإفريقية لحقوق الشعوب التي أصدرت قرارا اعتبرت فيه مقام بيه قيس سعيد غير دستوري وأمهلته سنتين للعودة إلى المسار الديمقراطي، هذه سنتين يعني تكاد تنتهي. لكن نحن يعني نعول على الرأي العام التونسي وعلى ميزان القوى الداخلي في استعادة الديمقراطية، وأنا موقن شديد الإيقان أن الشعب الذي كان يقاوم الاستعمار ويطالب بالحريات والتعددية الحزبية هو لن يفرط في الديمقراطية. هي المسألة مسألة يعني محدودة في الزمن، تبتلى بها كل التحولات الديمقراطية هذه الشعبوية، تبتلى بها كل التحولات الديمقراطية، ولكن في النهاية نعود إلى الوسط المستقيم، إلى ديمقراطية ناضجة قادرة على الإنجاز، يتعايش فيها الجميع، تنمو فيها الحقوق بكل أنواعها ولا تنقص. شكرا جزيلا لك دكتور عبد اللطيف المكي، أمين عام حزب العمل والإنجاز من تونس، على هذه المشاركة.